السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا النهاردة إن شاء الله هتكون عن استكمالا لمحاضرة الأمس، يعني عن الدراسات العليا في الخارج. هتكون إيه هي الشهادات اللي ممكن ناخدها؟ لو ما معناش شهادة هنعمل إيه؟ إزاي ننمي مهاراتنا في اللغة؟ وإزاي نختار الشهادة المناسبة لينا؟ إزاي نجهز الامتحانات؟ أول حاجة، ليه الإنجليزي؟ ليه نختار الإنجليزي مش أي لغة تانية؟ ليه الموكس اللي هي ماسيف اوبن اونلاين كورسز اللي هي الكورسات الاونلاين، ليه مش كورسات اوفلاين؟ ليه نختارهم يعني دول عن دول؟ ليه نجهز اللغه جنرالي وبعدين نجهز للامتحان بعينه؟ وايه الفرق بين التجهيز لتحسين اللغه وبين التجهيز للامتحان؟ ازاي اختار الشهاده الانسب والافضل؟ اخر حاجه، تجهيز للايلتس والتيبس اند تريكس ما قبل الامتحان. اول نقطه، ليه اللغه الانجليزيه؟ ليه مش الالماني؟ ليه مش الفرنساوي؟ ليه مش الاسباني؟ ليه مش الايطالي؟ اول نقطه، في مصر اللغه الاولى هي العربيه، اللغه الثانيه في الدراسه هي اللغه الانجليزيه. فاقل حد فينا لو انت طالع من الثانويه العامه لسه داخل الكليه هتكون درست تقريبا 10 سنين اتليست بتدرس الانجليزي كلغه ثانيه. فيعني لو انت بدات في اي لغه غير الانجليزي هتبذل فيها وقت ومجهود اكتر عشان توصل لنفس الليفل اللي انت وصلت له في الانجليزي اوريدي دلوقتي. بينما نفس الوقت والجهد لو اتسخر لتحسين الانجليزي هيديك نتائج اعلى بكتير. فبالتالي انت بتعمل ايه؟ بتكمل اللي انت وصلت له، مش بتبدا فروم سكراتش او فروم ليفل اقل من الانجليزي. يعني في ناس مثلا لو حد كان في مدرسه لغات فرنسيه وكانت اللغه الاولى عنده الفرنساوي، فانا لما يجي يقول لي والله ايه افضل لغه مثلا اكمل بيها، اقول له لا، انت ما دام وصلت الليفل عالي في الفرنساوي يبقى تاخد مش عارف اسمها الدف او ايه الشهاده اللي هي موازيه للايلتس الفرنسيه، وبعدين لو هتحسن الانجليزي يبقى سكندري، لكن البرايمري اللي هو الايه اللغه الاساسيه بتاعتك. فاحنا للموست اوف اس يعني الانجليزي هو الايه احسن لغه تستثمر فيها وقتك وجهدك وفلوسك في الامتحان. يعني بالاضافه ان انت الانجليزي هيفتح لك يعني مجالات كتير على عكس الفرنسيه مثلا ممكن تؤهلك لفرنسا وكندا، الالماني هيأهلك لالمانيا بس، لكن الانجليزي قدامك امريكا، كندا، استراليا، اوروبا، الدول الغير ناطقه حتى بالانجليزيه، حتى جنوب شرق اسيا والميدل ايست، يعني على عكس لغات زي التركيه والكوريه واليابانيه هتأهلك للغاتها بس. يعني ليه الاوبن اونلاين كورسز؟ ليه مش انا ما بحبش الكورسات الاوفلاين، اللي هو انا اروح لمدرس اقول له مثلا والله انا عاوز احسن اللغه بتاعتي، فيقول لي خلاص هتشترك في جنرال ليفلز 12 ليفل، وبعد كده تاخد 6 ليفلات كونفرسيشن، وبعد كده تاخد لك كورس تحضير، الاقيني دافع في الاخر كام الف كده كويسين. يعني بالاضافه انت بتكون مرتبط بتايمنج معين للكورس، ايام معينه ومواصلات وجهد ووقت، بينما الاونلاين كورسز انت بتظبطها حسب مواعيدك. يعني انت اللي بتحدد مواعيد الكورس يبقى انت في الشهر وامتى يخلص. انت بتحدد عندي وقت فاضي مثلا بعد بالليل، وقت متاخر، صحيت من النوم متاخر، ايا كان انت بتظبط مواعيدك. طيب ايه افضل المواقع اللي انا يعني اخد كورسات اونلاين عليها؟ عندنا تو ليفلز، الليفل الاول اللي هو نقول الانترميديت وما دونه، اللي هو ممكن يبدا بموقع ادراك. موقع ادراك ده هو ترجمه عربيه لموقع ايدكس، تمام، تقريبا الملكه رانيا، موقع اردني تقريبا لو انا فاكر صح يعني. وفي موقع رواق، الاثنين دول يعني من اقوى المواقع اللي بتقدم محتوى باللغه العربيه، تمام. ما فوق ذلك اللي هو حد الانجليزي بتاعه كويس، او اللي هو حابب يسمع بالانجليزي ويشوف حتى ترجمه تحت، ممكن يلجا لكورسيرا. كورسيرا ما فيهوش شهاده مجانيه باي ديفولت، ولكن ممكن بتقدم على فاينانشال ايد، وفي طريقه ليها ممكن نشوفها على جوجل ازاي اخد شهاده مجانيه من كورسيرا. في فيوتشر ليرن، في ايدكس، في يوديمي، في يوداسيتي، تمام. مميزاتهم زي ما قلنا اغلبهم فري، يعني ايدكس برضو الشهاده بتاعته مش فري، ولكن الكونتنت ان انت تتعلم ده فري، فدي حاجه ممتازه. المرونه في الوقت والاتاحيه، ان انت بتظبط مواعيدك بنفسك وبراحتك حسب الجدول بتاعك. يعني بالنسبه للهارد ورك بيتس تالنت،
يعني بالنسبه احنا التعليم درجات، في ناس اتعلموا في مدارس حكوميه، ناس اتعلموا في مدارس خاصه بس عربي، ناس اتعلموا في مدارس لغات، ناس اتعلموا في مدارس انترناشونال، ناس درسوا بره، يعني الناس اتربوا اصلا في دول النطق الانجليزي. فالفكره في ايه؟ ان انت ايا كانت ظروفك، ايا كان مستواك التعليمي، ايا كانت الفاسيلتيز او التسهيلات المتوفره ليك، فانت هتقدر. يعني مش لازم اخد كورسات في البريتش كونسل او في الاي او سي الليفل بيعدي ال 1000 جنيه مثلا عشان اوصل لليفل 5. في ناس بتوصل لليفل 5 واخدين 5 ليفل في الاي او سي وفي البريتش كونسل، وفي ناس ممكن تاخد تذاكر مع نفسها في البيت وتوصل لليفل 5 هو يعني. ان شاء الله هنستطرد في الموضوع ده فيما بعد يعني. طيب ازاي احسن؟ زي ما قلنا الدراسه ممكن اخليها اونلاين كورسز وممكن اخليها اوفلاين كورسز، والاثنين دول في الدراسه النظاميه اللي انا باخد كورس بذاكره بامتحن عليه. طيب انا ازاي احسن مستواي بطريقه سبونتينيوسلي، ان انا مش وانا واخد بالي بحسن مستواي؟ طيب اول حاجه في حاجه اسمها الاغلاق البصري. الاغلاق البصري اللي هو انت تعمل نفسك انفايرمنت كده من حاجه اللي انت عاوز تجدها او تتحسن فيها. بمعنى لو انا هاخد الانجليزي كمثال اول، لو انا عاوز احسن نفسي في الانجليزي هعمل موبايل انجليزي، الكمبيوتر او اللاب هستخدمه بالانجليزي، الانستجرام، فيسبوك، تويتر، الايميل، لينكد ان، كل حاجه هعمل لايك للصفحات اللي بتنشر بالانجليزي وبتتكلم عن الانجليزي وبتنزل اخبار بالانجليزي. تمام. حاجه تانية مثلا حد عاوز يتعلم عايز يحسن نفسه مثلا في الهيلث والفتنس والجيم، هيعمل لايك لصفحات بتنزل الكونتنت اللي ليها علاقه بالحاجه دي، ولو هيضرب عصفورين بحجر هينزل هيتابع الصفحات الانجليزيه اللي بتنزل الحاجات دي، فهو يبقى ضرب عصفور اللغه وعصفور الفتنس. او بنت مثلا مهتمه بالطبخ، لو سمعت فيديوهات بره قناه فتافيت سي بي سي سفره هقوم جايب قناه انجليزي فهبقى بسمع بالانجليزي. تمام. يبقى انا حسنت الليسننج عندي، وفي نفس الوقت عملت الهوايه اللي انا بحبها اللي هي سواء الطبخ، متابعه الاخبار، ايا كان، متابعه الرياضه، تعليق على الماتشات، اي حاجه من الحاجات دي لو بالانجليزي هتحسن لي لغتي من غير ما اخد بالي. تمام. كل ده احنا بنتكلم عن الانجليزي جنرالي. طيب ايه المهارات اللي انا المفروض احسنها واللي بتتقيم في اللغه؟ الليسننج والسبيكنج والريدنج والرايتنج. طب ازاي احسن كل واحده فيهم؟ زي ما احنا قلنا البراكتس ميكس بيرفكت. يعني النصيحه الاولى والاخيره براكتس براكتس براكتس. كل ما تتدرب كل ما مستواك هيعلى. يعني مين فينا اتولد دكتور يعني بصوت هاني رمزي؟ فانا دلوقتي لو مثلا عاوز احسن الاستماع عندي هعمل ايه؟ عندي قناه البي بي سي لو انا مهتم بالبريتش اكسنت وناوي مثلا على ايه؟ على 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 ايلتس، بالسي ان ان لو انا ناوي على التوفل، وفي بودكاستس وراديو، يعني الراديو تشانلز لو انا مثلا سماعي، شخص سماعي، الراديو بيشتغل على الموبايل، واشوف اي قناه انجليزي في البريتش كونسل ليهم، البي بي سي، سي ان ان، لو بتابع الاخبار على التلفزيون بشوف القنوات دي برضه. البودكاست دي بتكون زي تسجيلات صوتيه وفي حاجات بيكون ليها بي دي اف تسمع وتقرا، يبقى انت بتحسن الليسننج والريدنج في نفس الوقت. طيب بالنسبه للريدنج اخر حاجه قلناها كان البودكاست في الليسننج، ممكن تحسن بيها الريدنج، ممكن تقرا اخبار، مقالات سواء اكاديميه او غير اكاديميه، كتب، كل ده بتقراه بالانجليزي. المهارات المطلوبه منها في القرايه السكاننج والسكيمنج والسكرينينج، ازاي تدور على كلمه في صفحه. يعني لازم امتحان الريدنج مش بيقيس انت، يعني بيقيس مهارات معينه في القرايه، انت ازاي تدور على فكره وتطلعها من الايساي في اسرع وقت، ازاي تفهم الفكره العامه لباراجراف في اسرع وقت، ازاي تفهم مثلا مضمون او محتوى تتابع افكار تستنتج منه حاجه. تمام. ده كده بالنسبه للريل. بالنسبه للرايتنج طبعا الرايتنج من اصعب السكشنز في اي امتحان انجليزي، يعني نظرا لانه مش عارف يعني، بس هو انا شايفه من اصعب النماذج. طبعا احنا هيهمنا اكتر الكتابه الاكاديميه، فانت ممكن لو انت بتجهز للامتحان فور اكزامبل الايلتس، فانا كنت بجيب الكتب بما ان انا ما خدتش كورسات مع حد يتابعني يصحح لي، يعني كنت بجيب الكتاب اشوف والله
ان هم مجاوبين الميدل انسر ورا ازاي واكتبه تاني، فانا بكتبه انا بشوف بس هم بيعملوا ازاي، وبعدين ممكن اكتب من دماغي يعني انا كتبته ان هم كاتبينه واكتب من دماغي زيه، يبقى انا بميمك او بعمل سيميوليشن للي هم عاملينه محاكاه يعني. في السبيكنج بقى، السبيكنج برضو زي الرايتنج ميزه الليسننج والريدنج ان دي حاجات اوبجكتيف، يعني اي حد هيصححها ليها الميدل انسر، واي حد هيصححها يديك نفس الدرجه فيها، صح صح والغلط غلط. لكن الرايتنج والسبيكنج الموضوع individual، يعني انا لما اصحح لك الرايتنج او السبيكنج بتاعك هديك مثلا 6 في الايلتس، حد غيري يديك 7، هم عشان كده بيخلوا 2 يصححوا وياخدوا الافريج بتاعهم. فالحاجات الذاتيه التقدير دي مشكلتها في التصحيح والمتابعه، انت بيفضل يكون معاك حد، وللعلم في جروبات على الفيسبوك فري ايفالويشن للرايتنج ايسايز، تمام؟ دي ممكن نعمل سيرش عليها على فيسبوك وهنلاقيها، هتكتب وترفع وهم يقيموا لك يقول لك ايه الاخطاء او الديفكتس اللي ممكن تظبطها. بالنسبه للسبيكنج الاستراتيجيز الموست افيشنت يعني بالنسبه للامبروفمنت اوف سبيكنج، انت تسجل لنفسك وتسمع صوتك وتقيم انت نفسك، دي اول نقطه. انت ممكن تتكلم مع نفسك قدام المرايه، ده جزء برضه في البرزنتيشن سكيلز، يعني انت ممكن لو عندك برزنتيشن ممكن تعملها اول مره قدام نفسك في المرايه، ثاني مره قدام قرايبك في البيت، اهلك في البيت يعني. من الاستراتيجيز برضو انت تتكلم طفل، يعني انت وانت بتلعب اي حد من الاطفال كده لو كلمته بجملتين انجليزي انت مفيش رهبه ان انت الطفل مش هيقيمك، ولكن انت الانجليزي بتاعك على فكره انت بتنطق البي بي والبي بي، فيعني دي برضو من الاستراتيجيز اللي الاكسبرتس نصحوا بيها ولقيتها حلوه قوي يعني. طيب في ال 2 تو 3 مينتس تشالنج في امتحان الايلتس، الجزء الثاني السكشن 2 يعني في امتحان الايلتس سبيكينج بيخليك تتكلم دقيقتين او ثلاث دقائق بدون توقف، فانت ممكن تعمل ده بارت اوف لايف ستايل، يعني انا مثلا خلصت شغلي النهارده رجعت البيت هقعد قدام المرايه كده اقول والله هحكي القصه اللي حصلت النهارده الصبح في 2 تو 3 مينتس، حتى وان كانت الديتيلز دي مش مهمه، زي مثلا انا اقول والله اتريند، يعني مش مهم ان هي مطرت، بس انا بفل الجابس بحيث ان انا اقعد دقيقتين او ثلاثه كونتينوسلي ما سكتش انا بتكلم، تمام؟ مع الوقت ده هيكسر عندي حاجز ان انا خايف من الكلام، والفلونسي بتاعتي هتزيد مع الوقت، تمام؟ طبعا في بعد كده كوهيرنس وكوهيجن اللي هو الترابط ما بين الجمل والتنوع في التعقيد والحاجات دي، يعني ادفانس ممكن هنتطرق ليها في الكورسات بقى اللي احنا هننصح بيها يعني. طيب برضه عشان يكون عندك بيز لاين قوي انت محتاج الفوكابولاري بتاعك يكون كويس والجرامر بيكون المقبول، مش في بعض المدارس بتقول انت مش محتاج جرامر عشان يعني تمتحن، انت باي ديفولت مع الوقت هيجي معاك يعني بالسنس كده هتعرف ان دي فيها حاجه غلط. وفي مدارس اللي هي السيستماتيك، لا انت والله تدرس جرامر الاول وبعد كده ايه تتجهز للامتحان. اوفر اول يعني بالنسبه للفوكابولاري في كتاب اسمه اهم 4000 كلمه في الانجليزي، ده هيجي معانا ان شاء الله في الخطه في الكونتنت يعني اللي هنتطرق ليه. وبالنسبه للجرامر في كورس في التجهيز الرايتنج اسمه اتشيف باند 7 ان 3 اور 4 اورز للرايتنج، فده جايب الجرامر فروم اي تو زي، فالكورسين دول هيكونوا طبعا في 50 كورس فوكاب، بس انا دول اللي برجحهم يعني دول اللي برشحهم للناس. طيب نيكست، ايه بقى الشهادات اللي انا ممكن اقدم بيها على منحه او اللي الجامعات ممكن تقبلها للمنح، سواء من ماجستير دكتوراه تدريبات سمر انترنشيب او ما الى ذلك. طيب اول حاجه ستارتنج فروم زيرو، لو انا لسه خريج جديد وما حضرتش لغه وما امتحنتش حاجه، ابسط حاجه ممكن. طب الاول ايه؟ هو انا لو انا خريج ما معيش شهاده ايه الاختيارات المتاحه بعد كده؟ ايلتس وتويفل واذرز. الايلتس والتويفل هم الموست دوميننت والاكثر موست كومن، والاذرز عندنا الدولينجو ده لسه يعني حديث العهد، والبي تي اي اللي هو البيرسون تيست، وفي بعد كده مين تاني؟ الاو اي تي اللي هو الاوكيبيشنال تيست، هنجيبهم برضه. طيب اول نقطه دي البيز لاين بتاعنا، لو انا اتخرجت من الجامعه ولسه مش معايا شهاده هعمل ايه؟ هقوم رايح والله من شؤون الطلبه هقول له او شؤون الخريجين مش عارف حسب يعني، بقول لهم والله انا عاوز شهاده ان انا درست البكالوريوس بتاعي بالانجليزي، بيطلب منك صوره الباسبور
بحيث انه يقول الطالب والله الفلاني الفلاني اللي رقم باسبوره كذا، اتولد في كذا، خد بكالوريوس كذا بتقدير كذا، والدراسه والامتحانات كانوا بالانجليزي. دي ابسط شهاده ومقبوله في دول كتير في الاتحاد الاوروبي، وزمايلنا سافروا عليها يعني خدوا ماستر من بره، تمام؟ فدي طريقه مجربه يعني. تاني اختيار بالنسبه لنا تاني اختيار بالنسبه لنا هي الشهادات، والشهادات لازم بنقيمهم بمعيار، يعني في معيار مشهور قوي حتى مش على مستوى الاتحاد الاوروبي بس، على مستوى العالم يعني، اللي هو الكومن يوروبيان فريم ورك اوف ريفرنس فور لانجويج، اللي هو CEFR. ده بيقيم اللغه لايه؟ لست ليفلات، اللي هو بيزك واندبندنت وبروفيشنت، اللي هو A1 A2 B1 B2 C1 C2، تمام؟ للايلتس كمثال، الايلتس بيبدا من 1 ل 9 بالنسبه لي عشان اتقبل في منحه. لو بوست جراد انا محتاج اتليست يعني 6 لحد 7.5، 7 يعني، خلينا من 6 ل 7. 5.5 دي في حالات استثنائيه، 7.5 دي انا شفتها في حاله يعني شاذه، تمام؟ هي حاله واحده بس، وكان طلب يعني شبه تعجيزي ولكن لم نتطرق اليه يعني، تمام؟ فده كده الـ CEFR هناخده في الاعتبار. ليه؟ لان احنا هنقارن بعد كده الامتحانات وبعضها. فور اكزامبل، طيب ادي كده الامتحانات، ادي تويفل، التويفل وايلتس والبي تي اي، وفي الاو اي تي اللي هو قلنا عليه اخر واحد. كامبريدج انجلش ده مش بيعتبر امتحان انترناشونال يعني، او مش بيتطلب في المنح، مش هو ده اللي انا هقدم في اي دوله هاخده معايا، تمام؟ في دولينجو بس هينضاف على دول، لان دولينجو امتحان موست ريسنت يعني، حاجه كده نشات نتيجه الكورونا يعني. طيب هنقارن بين الدول في متطلباتها. الاول يعني هناخد اور برايمري تشويس هو الايلتس، انا بحبه اكتر من النظائر الثانيه يعني، او دي ماي مين اكسبيرينس. الايلتس بيتقدم من IDB Education Australian والبريتش كونسل بريتش، تمام؟ مقبول في امريكا وكندا وبريطانيا واستراليا ونيوزيلاند وكل دول الاتحاد الاوروبي يعني، وجنوب شرق اسيا تقريبا، في العالم كله الايلتس مقبول يعني، انا بعتبره امتحان نمبر 1. طيب المتوسط المقبول انا محتاج قد ايه؟ والله بص يعني من وجهه نظري واللي انا شفته في الجامعات على مستوى العالم، ممكن 6.5 ل7 كويس جدا يعني. في جامعات بتطلب 7 ودي ممكن انت تستبعده لو انت مستواك مش هتعرف تجيب ال7، والله ربنا كرمك وجبت 7 7.5، خلاص انت هتبقى ايه معاك اتحيه اكتر. بس عشان اطمن الناس وعلشان انا شفت يعني اساتذتنا يقولوا مثلا جيب 7 و7.5، فانا كان بالنسبه لي ده تعجيز لان انا ما عنديش وقت اجهز للامتحان. فشفت والله مثلا هارفارد يعني، خلينا نيجي كده، ادي هارفارد. هارفارد هنا بتقول ايه؟ طلبة الاندر جراد مثلا محتاجين ياخدوا تويفل. طيب كام في التويفل؟ انا التويفل امريكان، الايلتس بريتش واستراليان، تمام؟ فادي هارفارد اهو، بوست ده البي اتش دي والماستر، ماستر ام بي اتش دي ابليكانت، مطلوب منهم كام؟ 6.5 مينيمم سكور. فانا عشان اقدم محتاج 6.5، لكن طبعا لو جبت 7 7.5 ده هيخليني يعني هيكون كومبتيتيف، هيخليني في الكومبيتيشن it will be a plus، تمام؟ ولكن المينيمم ريكويرمنت 6.5. طيب دي شهادتي، ده شكل الشهاده يعني. ننتقل على طول للسكشنز بتاعت الاكزام. عندي listening reading writing speaking. اهم حاجه عندنا listening for section 30 minutes للاجابه على الفور سكشن، و10 minutes لنقل الاجابات للانسر شيت، تمام؟ في انسر شيت اللي هو زي صفحة كده فيها جدول بنكتب فيه من 1 ل 40، من 1 ل 40، لأن هم 40 سؤال، 40 سؤال في نص ساعة و10 دقايق نقل الإجابات. الرايتنج في 2 سيكشنز، تاسك 1 وتاسك 2، الاثنين مدتهم بتكون 60 دقيقة، وبيكون تاسك 1 عليها يعني عليها تلت الدرجة وتاسك 2 عليها تلتين الدرجة، فبالتالي بنقسم الوقت 20 و40، 20 دقيقة لتاسك 1 و40 دقيقة لتاسك 2. تاسك 2 بيكون مكان أكاديمي، تاسك 1 بيكون A variety of questions زي خريطة أو table أو process أو pie chart أو bar chart، بنقارنهم يعني descriptive. 1 بيكون descriptive، 2 بيكون argumental،
اللي انت بتناقش حاجة مميزاتها وعيوبها، ايجابيات وسلبيات، تأثيرات حاجة. يعني هنتطرق له برضه في كورسات تالية يعني. طيب بالنسبة للسبيكينج بيكون 3 سيكشن، أول واحد بيكون أسئلة عامة، التاني بيكون اللي هو 2 to 3 minutes بتتكلم عن موضوع بدون توقف، بيكون في 3 أو 4 أسئلة في الورقة وأنت بتجاوب عليهم برضه، يعني مش بيسيبك كده مع نفسك، بيساعدك. آخر سيكشن ده بيكون discussion على التوبيك اللي أنت ناقشته. آخر سيكشن الريدنج بيكون 3 إيساي أو 3 أرتكل فيهم 40 سؤال، 3 في 13 واحد بيكون 14 تقريبا، 60 دقيقة بيتدرجوا في الصعوبة من أول واحد لآخر واحد. بيكونوا إيه؟ يعني بيكون عدد كلمات مش قليل، فأنت المفروض ما تضيعش ال 60 دقيقة بتقرا. أنت لو قريت ال 3 إيساي غالبا هتضيع ال 60 دقيقة يعني. فأنت مطلوب منك شوية استراتيجيز اللي قلنا عليهم، اللي هم سكاننج وسكرينينج وسكيمينج. تدور على الكلمات الكي ووردز، في حاجة مثلا زي النيمز او السنوات او الشهور او اسماء الدول، الحاجات دي بتكون ايه لاند مارك يعني. طيب بيست سورسز للايلتس، عندنا تو تايبس اوف سورسز، عندنا الكامبريدج ودي بتعتبر الاوفيشال ريسورس اللي انت تستخدمه، في الجايد ده برضو ممكن مقدور نستخدمه، بس دول كل كتاب فيه 4 امتحانات باجاباتهم، فده يعني لوحده انت مش محتاج حد يتابع معاك، ده انت مع نفسك كده تقعد تحل 50 او يعني as you can 20 30 40 امتحان. نبدا بالليسننج والريدنج لان احنا هم زي ما قلنا اوبجكتيف والموديل انسر موجود، حله صح لنفسك. وقت ما تلاقي السكور بتاعك متناسب مع الريكويرمنت المطلوب منك في الجامعه اللي انت عاوز تقدم عليها، او السكور سفيشنت بالنسبه لك ان انا خلاص انا عاوز اجيب 6 بس، عاوز اجيب 5.5 بس، عاوز اجيب 7 بس، او 7 او 7.5، يعني انت وقت ما تلاقي نفسك سكورك بقى قريب من اللي انت جبته خلاص انت كده يور ريدي تو انتر ذا اكزام يعني او تو باس. طيب بالنسبه للبارنز، هي بارنز يعني سلسله موازيه ولكن هي نون اوفيشال والبعض ما بينصحش بيها، فانا يعني نقلت وجهه نظر وجهه نظر الاخرى. طبعا دلوقتي ايلتس نزل تقريبا 15 و16، فعندك يعني من 9 ما قبل 9 دول نسخه قديمه نوعا ما، فعندك من 9 لحد 16 تقريبا 6 كتب، 6 في 4 ب 24 امتحان لو حليتهم انت مش محتاج حاجه ثاني يعني. بالنسبه للايلتس في 2 فيرجنز اكاديميك وجنرال، ما تطرقناش للجنرال لان احنا بنتكلم عن الدراسه في الخارج، دي بتطرق للاكاديميك. الاكاديميك في 2 فيرجنز منه، واحده بيبر بيزد وواحده انترنت بيزد او كمبيوتر بيزد. الكمبيوتر بيزد دي حاجه كده يعني برضو الموست ريسنت فيرجن، الاساس بتاعه كان بيبر بيزد. لو انت مش فاست تايبر، لو مش بتكتب على الكيبورد بسرعه، فانا ارجح لك البيبر بيزد. ومع ذلك عيوب البيبر بيزد انت بتكتب بالرصاص غالبا، فده ده حاجه بالنسبه لي كان عقبه يعني. انا كنت حليت في انسر شيت قبل الامتحان وجيت اكتب بالرصاص، ف يعني عكيت شويه في الانسر شيت وده خلى السكور بتاعي اتاثر جامد. طيب الريسورسز هنبدا بالفيسبوك، زي ما قلنا الاغلاق البصري، لازم اعمل انفايرمنت ويكون فيه تولز تساعدني ان انا اوصل للهدف بتاعي. اول تول معانا جروب ايلتس سبورت، وده البرايمري سورس بالنسبه لي. هتلاقوا عليه ناس كوبريتيف جدا وريسورسز رهيبه، ولو عايزين تسالوا في اي حاجه هتلاقوا اجابه لاي سؤال يعني. ده كده اول ريسورس. تاني حاجه طبعا 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 خطه ماخر يوسف، دي يعني البيزمنت بتاع التجهيز للايلتس، خطه فيها شويه كورسات محترمه جدا جدا انا اعتمدت عليهم بصوره اساسيه. تمام. طيب نعرف يعني زياده عن الخطه، وطبعا الصور دي كلها هايبر لينك، يعني لو دوست على علامه الايد دي لو احنا بندوس على الصوره بس بيفتح لي الويب سايت على البراوزر عندي. تمام. طيب عندنا ده موقع نادي الكره العمليه، ده عليه الخطه. تمام. وكبديل دي الخطه نفسها، كبديل برضو من الجروب في ايه، ده البوست اللي عليه الرابط تنزيل الخطه، فده
يعني واحد واحد بدل التاني، لو واحد ما اشتغلش معاكم التاني ان شاء الله هيشتغل. طيب الكونتنت بتاع الخطه، الكونتنت بتاع الخطه غالبا هو اللي في اليمين ده، الحاجات التانيه دي ريسورسز كنت انا مجمعها يعني اكسترا، لكن المين المين بودي او المين الباك بون بتاعنا هم دول. تمام، عندنا ريدنج وليسننج وسبيكنج ورايتنج، فين رايتنج؟ رايتنج تاسك 1 ورايتنج تاسك 2، دول كورس من يوديمي. هو طبعا الكورسات دي مدفوعه، بس هو يعني مستر مايكل مشكورا منزلهم وايه ورافعهم تاني يعني. فدول الانترودكشن بتاعتنا بالانجليزي. احنا عندنا لو في حد هيبدا من الانترميديت او لور في بدايات عربي، الخطه بتبدا بالانجليزي يعني. الكورسات كلها المحتوى انجليزي بيتقدم بالانجليزي، فلو حد عنده مشكله مع ده في حاجات هيبدا بيها الاول كانترودكشن. تمام، بعدين في كورس السبيكنج ده جيت ان 7 تو 9، ده كورس جميل برضو فادني جدا الحمد لله، جبت 7 يعني 7 او 7 سبيكنج. وايلتس ليز هنتطرق ليها دي، يعني ده دي فيديوهات انا منزلها من على قناه اليوتيوب بتاعتها برضو هنتطرق ليها. في ماجوش، بس ماجوش مدفوع يعني، لو عرفتوا تجيبوه اونلاين تجيبوه تنزلوه خير وبركه، ما كانش مش برايمري معانا. فوكابل بوستر ده من الكورسات اللي في الخطه، و 300 essential words برضو في الخطه. وفي رايتنج تاسك 2 ده الكورس اللي انا رشحته في الايه في الجرامر، ده ماسك الجرامر فروم اي تو زي يعني، من اول الازمنه والكونتنت مكونات الجمله السبجكت والفيرب والاكستنشنز اللي بعد كده يعني. اخر حاجه البرونسيشن ورك شوب، دي هي حاجه كده من الثمانينات يعني، من اول ما كان الانجليزي لسه جديد، بس ما شاء الله ما شاء الله يعني كورس رهيب 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 في الامريكان برونسيشن يعني. انا خدته مرتين من جماله يعني، حاجه كده لازم اي حد يبدا بيها، هيظبط مخارج الحروف عند الواحد وهيحسنها يعني، فانصح بيه جدا جدا كبدايه. طيب الاكسترا بقى او الاكستنشنز، عندنا الحاجات المهمه، عندنا اهم 4000 كلمه في الانجليزي اللي هو 400 essential English words، ده مهم، انا ما خلصتوش بس يعني حد من زمايلنا خلصه ونصحني بيه جدا، خلصت انا اول منه كتاب كنت بقراه، لكن هو معاه سيديهات وتدريبات وحل يعني، نظام سيستماتيك جدا. فلو حد عاوز كورس بمعنى كورس كانه مع مدرس، ده يكون مفيد جدا ليه. كتب كامبريدج طبعا قلنا الصوره بتاعتهم اللي ورا فيها رابط التحميل، وده ايه ده من الديسك توب عندي يعني. كتب كولينز طبعا مهمه جدا، لو حد عاوز يبدا ايه قبل ما يحل الكتب بتاع كامبريدج يتعلم الاول ازاي احل كتب امتحانات قراءه، ازاي احل امتحانات سماع، ده برضو تدريب كويس. كولينز ينصح بيها جدا يعني، على عكس بارونز، احنا قلنا بارونز نون اوفيشال، لكن كولينز دي يعني حاجه قيمه جدا يعني. طيب في سكرين شوتس، لا دي حاجات انا واخدها من فيديوهات سبيكنج دي تيست، ده برضو في كتاب اسمه مكار ده برضو مهم جدا. تمام، وده الاوفيشال كامبريدج جايد اللي هو الكتاب اللي كان في النص ما بين بارونز وما بين كتب كامبريدج. هننتقل كده، قلنا دي الخطه لو عايزين ننزلها. طيب المصري يعني الكورسات بقى اللي نعتمد عليها من يوتيوب والعرب بقى، لو انت هتبدا عاوز مصادر مصريه بتشرح الانجليزي بالعربي يعني، هيديك انترودكشن كده يفهمك ببساطه، فاول كورس هو الاستاذه هند الخيال مع عبد الله عامر، طبعا استاذنا يعني حد من البروفيشنال انجلش كابسولز من الاماكن الواحد يعني بيرشحها لو حد حابب ياخد كورسز بيد يعني اوف لاين. تمام، بيقدموا كونتنت محترم جدا يعني، سواء على اليوتيوب تشانل بتاعتهم او في الـ في الـ في الـ في السنتر يعني. فالكورس ده ممكن نبدا بيه لو حد حابب ياخد حاجه عربي، دي حاجه فري ومحترمه جدا ويعتمد عليها للمبتدئين. تمام، قناه بريك الاكاديمي عبد الله حجازي شاب سعودي يعني، بيدي برضه كورس سبيد، ولكن الكونتنت الفري بتاعه انا استفدت منه جدا جدا جدا. في جزء الرايتنج عامل حاجه اسمها مودلز ممكن نستفيد منها، اللي هو ايه زي قوالب للكتابه. في السبيكنج برضه فادني جدا موضوع الاكستنشن، ان انا ابدا بالبارافريزنج بتاع السؤال
واقول رايي يعني، ليه شويه استراتيجيز كده مهمه جدا. والفيديوهات بتاع قناه اليوتيوب بتاعته جميله، انا بدات بيها كحاجه عربي ببني عليها خبراتي بعد كده، اقول ان انا بسمع حاجه انجليزي اكون ايه اوير باللي بيتقال يعني. ايلتس ليز بدايه الكونتنت الانجليزي، تمام. ايلتس ليز يعني حد من البرايمري سورسز اللي لها بريوريتي ان لازم نبدا بيها، تمام. دي اليوتيوب تشانل، طبعا لو دوسنا على الصوره دي في البي دي اف هيفتح لنا ايه الويب سايت بتاعها اليوتيوب تشانل، وليها ويب سايت برضو يعني، ليها شويه تيبس اند تريكس كده في كل سيكشن وتريننج، وبتحل يعني اجزاء من الامتحان يعني رهيبه الصراحه. ايما طبعا حد زي ايلتس ليز كده، بس ايما دي تتبع انجفيد. انجفيد اللي هو انجلش فيديو، ده من الويب سايتس الكلوز، هي طبعا حد بروفيشنال جدا ومتخصصه في الايلتس، فبرضه اليوتيوب تشانل بتاعتها ريكومندد جدا. ده موقع انجفيد بقى، تمام. دي ايما اللي سبق ذكرها يعني في السلايد اللي فاتت. دول التيتشرز اللي موجودين على انجفيد. انجفيد موقع كنز يعني، انصح اي حد عاوز يتعلم انجليزي انه يستخدمه ويستغله يعني. هتلاقوا عليه اي حاجه تتخيلوها يعني. هو بيقسم طبعا انترميديت، وبيقسم حسب المستوى، وبيقسم حسب الـ الحاجه اللي انت عاوز تدرسها يعني. ممكن يخليك تدرس مثلا لو تويفل مثلا، في قنوات للتويفل، قنوات الايلتس، حاجات كتير يعني. الاكسنت المختلفه، هتلاقي ناس بيدوا اكسنت استراليان، كنديان، امريكان، كل حاجه هتلاقيها موجوده عليه يعني. طيب كده الايلتس اولموست دون، ندخل بقى على الحاجات التانيه. في الاو اي تي ده خاص بالاطباء في الغالب، خاص بالاطباء يعني في امتحانات المعادله، تمام. ما عنديش معلومات كتير، بس لو حد حابب يستزيد ممكن يروح بالنت يعني. طيب هننتقل بقى للايلتس للتويفل. انا استفدت عن الايلتس لان دي ماي اكسبيرينس بالنسبه للتويفل. انا ما دخلتش امتحان تويفل الا اللوكال او اللي هو البيبر بيزد عشان اسجل للماجستير في الجامعه يعني، وده متطلب هنتطرق ليه لاحقا. ولكن التويفل مقارنه بالايلتس، ليه انا شفته يعني، ليه شفت الايلتس افضل؟ شويه نقاط سريعه. السبيكنج في الايلتس انترفيو بالنسبه لي، دي حاجه انتراكتيف اكتر، ده كان بالنسبه لي يفضل عن الريكوردنج اللي في التويفل، على عكس حد يكون ممكن انطوائي، ممكن حد بنت منتقبه مش حابه ان هي يعني الكوميونيكيشن، شايفه ان هو في عائق وحابه ان هي تكون تسجيل، فده ايه هيكون بالنسبه لها التويفل افضل. بالنسبه للرايتنج، الايلتس تاسك 2 قلنا مطلوب منا 300 كلمه في 40 دقيقة. لا 250 كلمة في 40 دقيقة. التويفل 300 كلمة في 30 دقيقة. فهو عدد كلمات أعلى في وقت أقل. فدي حاجة شايفها برضو تستحق. التويفل انترنت كان وقت ما أنا امتحنت من سنة يعني، كان التويفل انترنت بيزد، الايلتس بيبر بيزد. فأنا ما كنتش تايبست ومش سريع في الكتابة، فاخترت البيبر بيزد والحمد لله يعني. طيب برضو لو عايزين ناس تزيد ونستفيد، هنشوف الفيديو بتاع كيف تحصل على اعلى سكور للدكتور محمود الدماصي من كورس الدكتور رمزي عبد العزيز، تمام. طيب ننتقل بقى للتويفل اللي هو اللوكل، اللي هو بيتقال عليه ايه يعني امتحان اللغه الخارجيه، السكند لانجوج، اللي هو بنستخدمه عشان نسجل او نناقش الدراسات العليا في مصر في الجامعات الحكومية يعني. وبالغالب بيكون مطلوب من نفس الجامعة، مركز لغات والترجمة اللي في نفس الجامعة، تمام؟ وده بيتجهز له زي تجهيز التويفل العادي من كتاب لونج مان. هو الفرق بس ان هم مش جهة معتمدة، زيه زي امتحان الايميد ايست اللي هو البيبر بيزد، تمام؟ طيب الصفحة دي كانت بالنسبة لي يعني برايمري سورس، وبرايمري هنا مش اللي انا بنقل منها مباشر، لا برايمري اللي هي ليها بريوريتي يعني. طيب ليه وجهه نظر كده ان انا اي حاجه بعملها ما ببداش فروم سكراتش، بشوف اللي عملها قبل كده عملها ازاي واخد الخبره بتاعته، سواء في الدراسات العليا، سواء في التقديم لجامعه او لمنحه، سواء في امتحان يعني. هنا مثلا ده امتحان التويفل، جامعه ايه؟ جامعه القاهره.
والله انا ساعتها ما كانش عندي الخبره دي، بس اتعلمت بعد ما امتحنت ان هو والله في جروب لكل مركز لغات وترجمه، جامعه القاهره مثلا، جامعه عين شمس، جامعه بنها، جامعه طنطا، اي جامعه انت فيها هتدخل تويفل الجامعه دي تشوف والله ايه اللي بيجي، ايه اللي بيجي في الامتحان، تاخد خبرات الناس اللي امتحنوا قبليك عشان ما تغلطش نفس الاخطاء اللي هم وقعوا فيها. تمام، دي صوره الشهاده يعني. وبيكون الامتحان تقريبا من 670 او حاجه زي كده، والسكور المطلوب بيكون من 400 450 550 500 550 حسب المنحه اللي بتقدم عليها يعني، وحسب الجامعه وحسب التخصص. طيب اخر حاجه في الامتحانات اللوكل يعني او الناشونال، ده الجامعه الامريكيه بتقدم طبعا كورسات، قلنا كورسات اللغه يعني. فانت قبل ما بتعمل انرولمنت بيعملوا لك امتحان اللي هو السبت ستاندرد انجلش بروفيشنسي تيست، اللي هو ده ده امتحان مطلوب عشان تحدد مستواك قبل ما تدخل تاخد كورس هناك. لو انت تدخل مثلا ليفل 9 يبقى لازم هتطلع في الامتحان ده مستوى 8. تمام، وبجانب ان الجامعه الامريكيه اللي هي كليه التعليم المستمر بتقدم بعض المنح سنويا، في شهر 5 بتفتح تقريبا، فالمانجمنت بقى والبزنس ادمنستريشن والفاينانشال هيومن ريسورس والحاجات دي، فبتكون برضه طالبه البي 1 بي 1 اي تقريبا اللي هو الانترميديت يعني. فسواء دي او دي بتعتبر الشهاده دي ارخص شهاده لغه ممكن تاخدها من الجامعه الامريكيه او من اي جامعه تاني يعني. هو الشهاده دي كنت فاكر لو انا فاكر كنت دافع فيها 160 جنيه تقريبا. المهم فهو الامتحان ايه، هو الامتحان وازاي نحضر له؟ طبعا الصوره دي من بوست على الصفحه اللي هي هنجهز للتويف اللي انا قلت لكم برايمري سورس بالنسبه لي في البيبر بيست اللي هي السلايد دي، الصفحه دي البوست ده منها. تمام، لو دوسنا عليها هينقلنا للبوست نفسه فيه الديتيلز بتاعت الاكزام. انا حضرت له تحضير تويفل من كتاب لونج مان، نفس السيستم، ولكن هو الرايتنج بتاعته بتجمع ما بين الايلتس الاكاديميك والجنرال يعني. التاسك 1 بتبقى ايميل جات لي او جات لنا ايميل يعني، ايميل رايتنج، وده بيكون ايلتس جنرال. والتاسك 2 كانت ايسي رايتنج، ده كان عادي يعني. تمام، ونفس بقى الكونتنت اللي هو ايه، listening و writing و speaking و reading وما فيهوش speaking excuse me، ده ما فيهوش speaking، ولكن هو still شهادة لغة من الجامعة الأمريكية، وده كان 160 جنيه يعني. حتى وإن غلي يعني it still حاجة almost ببلاش يعني. طيب كده خلصنا IELTS TOEFL paper based و SIPT. خامس حاجة والمستري والاو اي تي برضو اتكلمنا عنه ايجازا. الحاجات بقى الحديثة عندنا الدولينجو تيست. دولينجو تيست ده لسه ناشئ قريبا في وقت الكورونا بس، وفي جامعات كتير قوي بتقبله. ده تقييم الدولينجو من 85 ل 160، ده يعني السكيل بتاعه، ودي مقارنة بالسكور المطلوب في الايلتس. مميزات الامتحان ده ان هو رخيص، 50 دولار يعني 800 جنيه تقريبا، بياخد ساعة واحدة، والنتيجه بتطلع بعد يومين، ومعتمد في اغلب جامعات امريكا واوروبا واستراليا يعني خصوصا في الفتره اللي فاتت. ولو لقيت الجامعه مش كاتبه في الريكويرمنت او في الديتيلز اللي هي بتقبله، ممكن تبعت لهم تسالهم، هيقول لك غالبا ان هم بيقبلوه يعني. هو والبيرسون تيست تاني امتحان نوت كومن بالنسبه لنا، هو جديد طبعا. دكتور محمد خليل موسى حد برضه من الايلتس انستراكتورز، هو ستاف غالبا في جامعه القاهره يعني، وحد من الايلتس انستراكتورز البروفيشنال جدا. البيرسون تيست يعني حد من الزملاء نصحني بيه وخده، وقال لي ان هو حتى الجامعات برضه اللي ما بتكتبش ان هي بتقبل ايلتس وتوفل بس بتبعت لهم بيقول ان هو خلاص بيقبلوا وعايزين سكور كذا يعني. دي الشهاده بتاعته، ده الكتاب الاوفيشال بتاعه. طبعا ملوش ريسورسز زي الايلتس والتوفل، ودي هتكون ايه يعني نقطة ضعف شوية، ولكن أنا بالنسبة لي الأيلتس رقم واحد برضه. من الأسباب ليه؟ علشان الريسورسز بتاعته متوفرة بغزارة مش بكثرة بس يعني. طيب دي معلومات زيادة عن البيرسون تيست. النتيجة بعد 5 أيام عمل، موجود في 50 دولة، التصحيح بتاعه كمبيوتر، فبالتالي أوبجيكتيف. ده السكور مقارنة بالأيلتس، وده السكور مقارنة بالتويفل. اظن موجود هنا في مصر في جامعه ام اس اي تقريبا يعني.
وارخص من الايلتس لو انا فاكر صح، كان ب 3000 جنيه تقريبا، مش عارف زاد مع الايلتس ولا لا. بيتكون من بارت 1 بيكون سبيكنج مع رايتنج، مش عارف ازاي الصراحه، لان انا يعني ما عنديش ديتيلز ان ديتيل، يعني ما عنديش تفاصيل. ريدنج وليسننج دي تفاصيل زياده عن الامتحان، لو حد حابب يستزيد يعني ممكن يجوجل ات. طيب تيبس اند تريكس، ودي هتكون ان شاء الله اخر محطه هنا في المحاضره. يعني فيك التيل ماكت، يعني من طرق تحسين اللغه الجميله ان انا بسمع محاضره اكاديميه. في ناس بتقول افلام او اغاني، انا بحب الاكاديمي اكتر، لان انت بتمتحن امتحان اكاديمي، ففي اللغه السلانج اللي هي العاميه او الدرجه انا مش هستفيد منها قوي يعني. فانا ممكن بسمع محاضره، سواء كورس على كورسيرا، فيديو على يوتيوب، تيدكس يا جماعه انا نسيت اشير ليها، تيدكس مهمه جدا يعني. ان انا هسمع جزء، هقلل من يوتيوب ممكن تقلل السرعه، هسمع جزء واعيده واسمعه تاني واعيده واسمعه واعيده، ده حاجه. وفي تطبيقات للاندرويد برضو للسبيكنج ماشيه بنفس الميكانيزم يعني. براكتس ميكس بيرفكت، يعني زي ما قلنا واحد فينا تبقى دكتور، هتبدا من ليفل زيرو، هتبدا تتحسن لحد ما توصل لمستوى انت ما كنتش تتوقع انت ممكن توصل له. فاتس يعني لوجيك، سو لوجيك، تمام. قلنا برضو جيت انفولفد، خلي اللايف ستايل بتاعك، لو انجليزي هو كله انجليزي، لو مثلا يعني حد مثلا بيحفظ قران، هتخلي المتصفح بتاعك النيو بيج بتاعته اللي هي قران تاب على الموبايل، هتستخدم تطبيق نختم، هتخلي ليك ورد يومي، هتخليه ورد تقسمه على مرتين، ايا كان يعني ايا كانت الحاجه بتعملها، خلي فيه اغلاق بصري، خلي حياتك كلها انفايرمنتالي انت انكلودد في الموضوع. طيب قلنا براكتس اند ميمك، يعني انت تحاكي النيتفز، تمام. وبالنسبه للمحاكاه، البرونونسيشن ورك شوب يعني ذكرناه ورا، ده مهم جدا. وفي الماتيريال بتاعت عند عدنان عنتر في من انجلش كابسول برضه موجود فيه البرونونسيشن ورك شوب دي، فهي مهمه 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 يعني. الهاند رايتنج والتايبنج سبيد، دي بقى التيبس اند تريكس، الحاجات اللي انا وقعت فيها في الامتحان، اخطائي انا يعني. طبعا لو انت فاست تايبست خلاص انت الايلتس هتاخده، خده كمبيوتر بيزد او خد تويفل براحتك يعني. لكن لو هتدخل البيبر بيزد، لو انت خطك الناس اللي خطهم جميل، الناس اللي بتحب الكتابه سريعه في الكتابه بالقلم، فدول هيكون بالنسبه لهم البيبر بيزد كويس. وبرده يعني للمره المليون لازم 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 تتدرب على الظروف بتاعت الامتحان، التايمنج، الانسر شيت بتاع كل سيكشن في الامتحان لازم تطبع منه نسخ كتير وانت بتحل فيها، عشان تتعود على التسطيره، ترتيب الاخطاء. انت في الايلتس لو كتبت حرف غلط في الكلمه السكور بتاخده زيرو، يعني ما بتحسبلكش. كان في نقطه برضو انا نسيت اذكرها، اللي هي ايه؟ انا مثلا عاوز اجيب 6 او 7 دي مجازي، مش عارف انا جبت كام في الامتحان من كام. ال 40 سؤال بتوع الليسننج مثلا انا محتاج منهم 31 عشان ابقى جايب 7 او 6 ونص، فانت متاح لك انت تغلط 10 يعني، كل 4 اسئله حل 3 صح وواحد غلط، وفي الاخر هتلاقي نفسك جايب 7. طبعا هي بتختلف من سيكشن للتاني، الريدنج بيكون اظن يعني اسهل ان انت تجيب سكور اعلى، فتقريبا لو 33 في الليسننج 31 في الريدنج، فدي حاجه لازم تتاخد في الاعتبار. بس احنا كده تقريبا الحمد لله خلصنا اهم النقاط اللي تناولناها، ليه الانجليزي ليه مش اي لغه تانية، يعني اختصار الوقت والمجهود والفلوس. اهم المواقع هنا مش مذكور ادراك ورواق، اللي هي المواقع العربي هنلاقيها فوق. ازاي نحسن كل مهاره من المهارات، قلنا البي بي سي والسي ان ان والكتابه والميرور والتحدث للاطفال وتسجيل الصوت، قلنا الجرامر والفوكابولري، الكورس بتاع الجرامر اللي في الرايتنج والفوكابولري اللي هم اهم 4000 كلمه، قلنا شهاده الدراسه باللغه الانجليزيه، قلنا هارفارد والسكور 6.5 اللي بتطلبه، مينيمم سكور ده ممتاز مقارنه باوكسفورد وتورنتو كندا، يعني جامعات كتير بتطلب 7 مينيمم ده يعني شبه شرط يعني تعجيزي للبعض. قلنا الكورسات بقى هنبدا طبعا
استاذ هند الخيال، استاذ عبد الله عامر، عبد الله حجازي العزيز الغالي يعني، ايلتس ليز بدايه الكونتنت الانجليزي، واما وانجفيد لو حابين نتوسع خطه مايكل يوسف. دي الاساسيات. امتحان الست وارخص شهاده لغه ممكن تاخدها بعد التخرج، دولينجو الامتحانات الناشئه الجديده، والبيرسون كذلك. وهنيئا يعني لو انت عديت الجزء ده كده فانت خلاص خلصت جزء من الريكويرمنت بتاع الادمشن للدراسات العليا للخارج، وجزء اللغه هو من اصعب الاجزاء في التقديم يعني. ربنا ييسر الامور. اتمنى تكون المحاضره كانت مفيده، ولو فيها اي اسئله انسيبها في الكومنت وان شاء الله يتم الرد عليها في محاضره الاسئله. بعتذر عن الاطاله، بس برضو زي ما قلت في المحاضره اللي فاتت ده كان الكونتنت من المفروض ما قلش عنه يعني. اتمنى ما كنتش نسيت حاجه، وموفقين جميعا باذن الله، وفولوينج اب ويو في الكومنتس، وان شاء الله مستني التقييم برضو يعني سواء هنا على اليوتيوب شانل او في الجروب على جروب الفيسبوك. موفقين جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.